اسطنبول مع هذه المفاوضات مشهراوي والمواقف التي أطلقها الرئيس أردوغان. هو حمل طرفي النزاع المسؤولية بشأن استمرار الصراع ودعا إلى بدء تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السابق. كيف يمكن أن تنتهي هذه المفاوضات؟ من وجهة نظر التركية يجب أن تنتهي على الأقل بإعلان وقف إطلاق النار. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي افتتح هذه الجلسة الجديدة من المفاوضات وحمل الطرفين مسؤولية استمرار العمليات العسكرية والحرب، وقال إن مسألة وقف إطلاق النار وقرار إنهاء هذه الحرب هو بيد الوفدين الروسي والأوكراني، وإنهما من مستفيد من إطالة أمد هذه الحرب في أوكرانيا، بل يجب أن تتوقف فورا، ويجب دعم كل مبادرات السلام. وقال أيضا إن نتائج هذه الجولة من المفاوضات ستحدد ما إذا كان هناك، يعني سيترتب عليها لقاء يجمع الرئيسين الروسي والأوكراني، وبالتالي هنا أهمية كبيرة لهذه الجلسة كما تراها تركيا، وكما تطالب وتحث طرفيها على ضرورة الخروج بالنتائج، وألا تكون هذه الجلسة مجرد عدد إضافي إلى جلسات سابقة لم تخرج بنتائج واقتصرت على يعني أمور إنسانية، ممرات لإخراج المدنيين من مناطق إطلاق النار وما شابه ذلك. أيضا نلحظ اهتماما روسيا من خلال الحضور الروسي المبكر إلى اسطنبول. يوم أمس وصلت طائرة الوفد الروسي إلى اسطنبول عند الساعة 3 ظهرا تقريبا، بينما وصلت طائرة الوفد الأوكراني عند الساعة 9 ليلا. وهنا وسط جموع الصحفيين وأعداد كبيرة منهم، نلحظ أعدادا من وسائل إعلام روسية، صحفيين و مراسلين لقنوات وصحف روسية حضروا لتغطية هذه الجلسة من المفاوضات. المسؤولون الأوكرانيون قالوا إنه على الطاولة توضع القضايا الأساسية والملحة والمهمة من أجل التوصل إلى حلول خلال هذه الجلسة التي تستمر على مدار يومين.